بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقة قرآنية جديدة من على شاشة قناة الناس بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. نواصل في هذه الحلقة رحلتنا مع كتاب ربنا نتعلم كيف يتلى. تحية باسم حضراتكم وباسم لفضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم وللجميع. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا مع سورة صاد، وقد توقفنا عند الآية 42، اليوم مع الآيتين 43 و44. هيا عزيزي المشاهد نفتح المصحف ونتابع التلاوة من خلال تلاوة فضيلة الشيخ خالد للآيتين المباركتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أعزائي المشاهدين استمعنا إلى تلاوة الآيتين برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية من فضيلة الشيخ خالد. هيا أعزائي المشاهدين ننتقل من التلقي السماعي إلى الشرح العملي وتدريب اللسان إلى أن نتلقى اتصالاتكم. فضيلة الشيخ خالد تفضل مشكورا. جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ننتقل إلى رأي آخر يلزم القارئ بالاستعاذة، وإلى هذا الرأي أيضا يفصل بالبسملة كما قلنا من ذي قبل تأدبا أو استحبابا، ولكن من باب عرض المعلومة وعرض الرأي الثاني بعد الأول عند علماء التجويد والقراءات، من باب تنوع المعلومة عندهم، فخذ ما عندهم، فقد أخذت كثيرا وتدربت على المقدم، فخذ الرأي الثاني عمليا، وأن تفصل كذلك بين الاستعاذة وبين التي ستقرأها اليوم، لأن المتحدث بالعطية هو الله، فوهبنا له أهله. إذن تقطع؟ نعم سأقطع بالبسملة. إذن فانتبه لهذا، ولا تقل أن هذا خلاف ما سبق، لا، ما سبق كان المقدم ثم أخذت بعد ذلك وجها آخر. هيا مع الآية الأولى، ولا وقف فيها إلا من بدايتها إلى نهايتها، لكن أود منك تكرما بعد أن تستعيذ، وقد استعذنا، وبعد أن تبسمل، أن تمسك بالمصحف لترى معي شيئا هاما. هذا الشيء سينبني عليه أحكام كثيرة، هيا نستخرج هذا سويا. قال تعالى: ووهبنا له أهله، أهله ومثلهم، ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الشيء الذي أود أن تنظر إليه وتستخرجه معي
هو الحرف الذي بين هاء له وبين كلمة أهله، وبين كلمة أهله وبين واو ومثلهم. وانظر جيدا معي، سترى واوا صغيرة بعد الهاء، له أ، أهله و. هل يوجد في الآية الأولى غير هذا وذاك؟ يعني غير له و وأهله و في تاني زي كده؟ طيب الآية الثانية نفس الحكم، هيا نستخرج أيضا هذه الواو لنستنبط من مكانها وما عليها من حركة أو علامة، وما سيكون هذا الأمر الذي سيخرج لنا من هذا. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا به ولا. تكرما، هل أمسكت بالمصحف أولا؟ هل أخذت قلمك الرصاص ووضعت علامة عند له آ وأهله و وبه و؟ ليه؟ عشان هنستنتج مما أمامي أشياء. طيب ولا تحنث، سنقف هنا. تبدأ إنا وجدناه صابرا، أدي الهاء، ليه لم توضع واو كما وضعت؟ دي أسئلة خلي بالك يجب أن نجيب عليها عمليا من خلال ما أمامنا. نعم العبد، بإمكانك أن تقف هنا، إنه أواب. إذا ها هي الهاء وها هي الواو الصغيرة، أتت معي مرة ثانية. إذا معي من الأماكن له آ أدي واحد، أهله و اثنين، به ولا ثلاثة، وجدناه صابرة أربعة وما فيش واو، إنه أواب، كده خمس أماكن معي هاء وبعدها الواو أو الياء. طيب أنا شفت اللي قدامي، هاء مضمومة أو هاء مكسورة، تستنتج إيه رقم واحد؟ أستنتج رقم واحد أن الهاء إن كانت مضمومة فإن وضع بعدها حرف صغير، الحرف الذي سيوضع لابد أن يكون مناسبا لحركة الهاء. خدت بالك من دي؟ لأنك ممكن تسأل لماذا ضمت؟ لماذا كسرت؟ طب لماذا هنا واو؟ ولماذا هنا هاء؟ يبقى تأتي الإجابة، توضع الواو الصغيرة أو الياء الصغيرة بعد الهاء مناسبة لحركة الهاء، فإن كانت مضمومة سيوضع واو، إن كانت مكسورة سيوضع ياء. فين الأمثلة؟ له، أهله، به، إنه أواب. أنت مش ملاحظ أنك عديت واحدة وجدناه صابرة عشان ما فيش بعديها واو؟ يأتي السؤال التالي، متى توضع هذه الواو أو توضع هذه الهاء ومتى لا توضع؟ جبت الكلام ده منين؟ من نفس الأماكن، أنا أستخرج من نفس الأماكن التي اتفقنا أن تضع عندها علامة. في هذه الأماكن عدة أحكام، لو أني قلتها لك بأسمائها لن تعي جيدا، ولكن من فضل الله علي وعليك وعلى جميع الناس أن هيأ لنا علامات نستخرج بها هذه الأحكام وأن تقيس عليها. وما خرج عن هذه الأحكام لأجل الرواية ساعتها أنبيك عنه في محله وموطنه كما مضى في سورة الزمر يرضه لكم. إذن هيا نكمل سويا. إذن استخرجنا اليوم من هذه الأماكن حرف صغير، ده واحد. اثنين، كيف يوضع واو، كيف يوضع هاء بناء على حركة الهاء قبله. طيب متى يوضع ومتى لا يوضع؟
من خلال ما أمامي؟ يوضع إن كانت الهاء قبله محركة، وإن كان الحرف الذي بعد الحرف الصغير محرك. تعال كده نشوف الكلام ده ينطبق معايا فين وفين ولا ينطبق فين. له الهاء مضمومة، وآ الهمزة بعد الواو الصغيرة محركة، عشان كده وضعت واو صغير. خدت بالك من ده؟ طيب طبق الكلام ده في كلمة أهله ومثلهم. هتجد أهله الهاء الأخيرة مضمومة، والواو اللي هي ومثلهم مفتوحة، مش الواو الصغيرة، أنا بتكلم على الواو الكبيرة. طيب كده وقعت بين محركين. فاضرب به ولا، هتجد الهاء مكسورة وبعديها الواو من قوله ولا مفتوحة، يعني الهاء محركة وما بعد الحرف الصغير محرك، لأن البعض يلتبس عليه فيظن أن العلامة اللي فوق الواو الصغيرة اللي هيجي سؤال بعد كده ده في علامة فوق الواو الصغيرة وفي واو صغيرة ليس فوقها علامة، والياء كذلك هنا ليس معي فوقها علامة. هذا سؤال سيأتي تباعا، لكن أكمل معي الأول. متى توضع هذه الواو أو متى توضع هذه الهاء الياء بعد الهاء؟ إن كانت الهاء محركة والحرف الذي بعد الحرف الصغير محرك. شفناه في له أهله، شفناه أهله ومثلهم، شفناه به ولا، شفناه في إنه أواب. يجي السؤال أنت برضو عديت واحدة، وجدناه صابرة، أيوة ليه عدتها؟ لأنها لا ينطبق عليها ما انطبق على ما سبق. مش قلنا توجد هذه الواو إذا كانت الهاء محركة؟ طيب واللي بعديها محرك؟ طيب هل لما قبل الهاء علاقة بالهاء؟ طيب الوقت يا ترى انتهى؟ انتهى الوقت. نستكمل شيخنا بعد الفاصل ان شاء الله. اعزائي المشاهدين سنستكمل هذا الشرح الجميل من الشيخ خالد، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة صاد مع الآيتين 43 و44. توقفنا أعزائي المشاهدين قبل هذا الفاصل عند سؤال قاله فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ خالد، هل ما قبل الهاء له أثر لما بعدها؟ نعم، وتلك هي الدرجة التالية التي معنا في هذه الكلمة التي ستأخذ بيدي لتعيدني إلى ما سبق، لأرى ما قبل ما سبق. يعني إيه قبل ما سبق؟ يعني الكلمات اللي فاتت دي، بما أن الهاء محركة هل ما قبلها محرك عشان توضع؟ أنت بتتكلم متى وضعت ولا بتتكلم لما حذفت؟ لا، ده أنا بسألك بقول لك لماذا حذفت في وجدناه؟ قلت لك لأن ما قبل الهاء له أثر، فجاء السؤال تباعا. إن كان حذف الواو أو الياء ما قبل الهاء له أثر، هل نفس الأثر هو فيما قبل الهاء إن كانت حتى محركة؟ نعم، يعني إن كان ما قبل الهاء محرك وبعد الواو الصغيرة محرك اللي هو بعد الهاء، يعني أيضا سبب من أسباب وضع الواو الصغيرة دي توصل ما لم يستثنى كما قلت؟ نعم. طيب ما أنا عندي قبل الهاء هنا محرك النون. هقول لك لا لا لا، بص كويس لو سمحت. وجدنا في إيه بعد النون؟ في ألف صغيرة، والألف دي ساكنة ولا محركة؟ لا ساكنة. إذن إذا كان ما قبل الهاء محرك، اكتب بقى القاعدة كاملة، إذا كان ما قبل الهاء محركا
وبعده محرك هتصل هذه الهاء وهتوضع هذه الواو أو هذه الياء. إذا كان ما قبل الهاء ساكن وبعد الهاء محركا لا أثر للواو الصغيرة أو الياء الصغيرة. طب وحركة الهاء كما هي على أصلها لا شأن لي بها. يعني كل ده عشان تقول لي أن الذي يؤثر هو الحرف الذي قبل الهاء. نعم، لكن أخذناه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. إذن هذا ما تعلمناه حتى الآن من هذه الهاء. واحد، يوضع بعدها واو صغيرة وتوصل بحرف مد طبيعي مقدار حركتين. مضموم الهاء هتوضع واو صغيرة، مكسور الهاء هتوضع ياء صغيرة. متى لا توضع؟ إن كان ما قبل الهاء ساكن وبعده محرك. الأمثلة معك في الآية: له أهله ومثلهم به ولا إنه أواب. لا صلة إن كان ما قبل الهاء ساكنا وجدناه صابرا. هل في نفس المقطع ده وفي نفس الجزئية دي أحكام أخرى كثيرة؟ هيا نأخذ منها واحدا آخر. متى يكون هناك مد يزيد عن الطبيعي؟ طيب بص كده كويس في الواو الصغيرة، ستجد علامة فوق الواو في قوله له أهله، ولن تجد هذه العلامة فوق أهله و. يعني الواو الصغيرة التي بين له آ هتجد فيها علامة صغيرة، إنما الواو الصغيرة التي بعد الهاء التي بعده ومثلهم مفيش. ولو أمعنت النظر به ولا هتجد الياء بس. وطبعا وجدناه دي خلاص خرج. طب وإنه أواب، سأجد الواو وفوقها العلامة. هذه العلامة علامة ماذا؟ تذكرك بعلامة إيه؟ بص كده كويس، أيوة دي علامة المد، يعني أزيد فيه. في كم موطن عندك هنا؟ له أهله، إنه أواب. إيه اللي اختلف في الموطن ده والموطن ده عن جميع المواطن عدا وجدناه صابرا؟ بص كويس، وقبل أن تتسرع في الإجابة انظر جيدا للحرف الذي تلاها، ستجد أن المد أتى لوجود، لا هو اسمه همزة مش ألف. أنا عارف أنك تقول ألف، نعم، لكن سنأخذه بعد ذلك إن شاء الله. همزة، يبقى نظرا لوجود الهمزة بعد حرف المد الذي أتى في اللفظ وصلا زدنا في المد. ده بيسمى إيه؟ طبعا المتخصص شوية أنا عارف بيقول مد صلة كبرى. طيب نخلينا كده لسه على قدنا صغطتين شوية بنتعلم. حرف المد منفصل والهمزة في كلمة، نعم، يعني مد منفصل. جميل قوي كده. طيب فين المد محله؟ فين؟ له أهله، إنه أواب. إذن هذه علامة علمتني ما يلي اليوم: واحد، حكم هاء الضمير إن وقعت بين متحركين. اثنين، حكم هاء الضمير إن كان قبلها ساكن وبعدها محرك. ثلاثة، حكم هاء الضمير إذا جاء بعدها همزة قطع. خلت بالك؟ طب هو في نفس المحل ده أحكام أخرى؟ نعم، ولكن حتى يعني مضى الوقت والحمد لله. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. هيا أعزائي المشاهدين نتنافس في عرض التلاوة ونتعلم من خلال التلاوة عمليا. بدايتنا أعزائي المشاهدين من القاهرة مع الأستاذة إيمان. أستاذة إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أستاذة إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا
وذكرى لأولي الألباب. يا إيمان. نعم. أنا عندي كسرة وبعدها ضمة، أخلي بالي منهم. لأولي الألباب. لأولي الألباب. بالراحة كده. لأولي الألباب. أيوة كده. وخذ بيدك بغصا. جميل. بالراحة كده الأجمل بقى. ضغثا. وخذ بيدك ضغثا. لا بيا. لا بيا. بي 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 الأول مش يعني حاضر. أخلي بالي من كسرة الباء. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. جميل. نرتقي شوية بقى. ضغثا فا. ضغثا فا. ضغثا فاضرب به. ضغثا فاضرب به. فاضرب به ولا تحنث. فاضرب به ولا تحنث. أيوة. إنا وجدناه صابرا. جميل. وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد. نعم العبد. نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، تقدم كبير يا إيمان، الله يفتح عليك. تحية تقدير للأخت إيمان على تميزها، وما شاء الله بتتطور يوما بعد يوم. نروح للحاجة أم أحمد من الدهلية. أم العزيزة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان. وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك يا محمد. شكرا جزيلا للحاجة أم أحمد من الدهلية. ونعود إلى القاهرة مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الحاجة أم شريف. حاجة أم شريف سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بارك الله فيكم. وإياك يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. جميل. الأجمل لو الغنة خدت حقها شوية في قوله رحمة منا. ماشي؟ تمام. تغصن دي بقى عايزة خليك معايا شوية فيها. حاضر. وخذ بيدك تغصن. طيب. بالراحة كده. ضي. ضي. ضغ. ضغ. ضغثا فاضرب به. ضغثا فاضرب. أيوة. فاضرب به ولا تحنث. أكملي. إنا وجدناه صابرا. نعم. نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، جهد مشكور، جزاك الله كل خير. ربنا يبارك في عمرك. شكرا جزيل الحاج أم شريف. وبرحب بالأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن. ألو. طيب تقريبا الاتصال انقطع. طيب شكرا لك أستاذ عبد الرحمن. هنروح الجيزة مع الحاجة زينب أم العزيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بعد الشرح الجميل ده أنا ليا سؤال خاص بي، يعني تحت عشان أمر. أنا بقصر المنفصل. فهل في القراءة برضه همد الواو اللي عليها المد دي؟ حركتين اتنين بس، مد طبيعي.
مد طبيعي. زي بالضبط هتقولي كده، له اهله ومثلهم، يعني هتبقى اللي من عليها قبيل مد دي الطبيعي. هتبقى زي التاني. طبيعي عندك بالنسبة لحضرتك، شكرا المد يا المنفصل شيخ. اللي هيبقى عندك زي الطبيعي. شكرا. العفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك، مجهود مشكور. شكرا جزيلا للحاجة زينب بن الجيزة. طبعا أعزائي المشاهدين، يعني من الممتاز جدا إن لو عندي أي حاجة بتختلط عليا في التلاوة أو عندي أي سؤال للشيخ، يا ريت إن أنا أوجهه، حتى لو عملي زي ما قالت الحاجة أم شريف، يعني ضغصا يعني علمها لي يا شيخ، برضو زي ما قالت أم العزيز الحاجة زينب. كل ده طبعا شيء جيد، وأرجو إن احنا نتواصل فيه على طول. هنذهب لدمياط مع الحاجة أمة الله أم العزيزة، اتفضلي. مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، جهد مشكور، تسلمي يا حجامة الله. جميل يا أمي، خالص الشكر والتقدير لحضرتك. أعزائي المشاهدين، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنواصل عرض التلاوة، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة صاد من خلال الآيتين 43 و44. بنواصل عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، وأرجو أن تكون التلاوة عمليا كده، تلاوة تعليمية، بنتعلم. هنروح بدايتنا أعزائي المشاهدين من اسكندرية مع الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا استاذ مصطفى. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي اللوحه قدامها في ووهبنا له أهله. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. بداية طيبة وجهد مشكور، وجزاك الله عنا كل خير. شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى من اسكندريه، شكرا ليك على اتصالك، وارجو ان انت تتواصل معانا ونتعلم ان شاء الله كل مكالمه حاجه جديده. هنروح للاستاذه ميرفت من القرى. استاذه ميرفت. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا
رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. في غنة عدت ورحمة منا ورحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك غصنا فاضرب به ولا تحنث. تاني كده. وخذ بيدك. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. كم مرة؟ إنا وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. جهد مشكور، جزاك الله كل خير. وإياك يا رب العالمين. شكرا جزيلا للحاجة ميرفت، بداية موفقة يا أمي، أرجو إن أنت تواصلي معانا، بارك الله فيكي. معانا الحاجة أم خالد من اسكندرية. أم العزيزة سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وخذ بيدك ضغثا فاضرب به يا أمي فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. جهد مشكور، تسلم يا أمي، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا لأمي العزيزة الحاجة أم خالد من اسكندرية. وهنروح للحاجة أم محمد من القراءة. أم محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. في حرف مش باين. ووهبنا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. بص كده، ما قولش وذكى، لا، وذكرى. وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به. كم مرة؟ ضغثا ف ضغثا ف ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. الدال مش باينة. وجدناه. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد. العبد. نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، جهد مشكور، تسلمي، جزاك الله كل خير. خالص الشكر والتقدير لأم محمد من القاهرة. وبنرحب بالأستاذة وفاء من القاهرة. تفضلي يا أستاذة وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان مرة بعد إذنكم، نرفع صوتنا شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله، جهد مشكور وتقدم كبير، الله يفتح عليك. خالص الشكر والتقدير للحاجة وفاء من القاهرة. وبنرحب بالحاجة حنان من الجيزة. حاجة حنان سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم. شكرا. الحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم
الباء ما كانتش باينه. ووهب، ووهبنا له أهله. حلوة كده، حلوة جميلة. ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. زيها الألباب، الألباب. وخذ، وخذ بيدك ضغثا فاضرب، هي غين، ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث. طب انا غلطت في حرف ايه؟ تحني، تحنى. ولا تحنث. ايوه. إنا وجدناه صابرا. وجدناه صا، هو صا، وجدناه صا، لا، وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا. أيوه. نعم. اتفضل. تمام. نعم العبد إنه أواب. جميل يا حاج حنان، وأجمل حاجة سؤال حضرتك فين؟ الله يفتح عليكي. ربنا يكرمك، ممتاز، شكرا، تسلمي. شكرا جزيلا لام العزيزه الحاجه حنان من الجيزه، ومن الجيزه ايضا نور. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه يا نور. منا. ايوه، اهله مش اهله، اهله، اهله. ايوه. ومثلهم، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك بخصا فاضرب به ولا تحنث، ولا تحنث إنا، لا، ولا تحنث إنا. الثاء ساكنة، عايز توصلي اوصلي بس نوصل صح. ولا تحنث إنا، ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. جميل، يبقى رقم واحد نور، ممتاز النهاردة التشكيل، أخلي بالي منه. عندك كم سنة يا نور؟ 12. ما شاء الله، نخلي بالنا من التشكيل ده رقم واحد، ونتابع مع بعض، وكل مرة ناخد معلومة جديدة. الله يفتح عليك يا بنتي. حاضر، شكرا. العفو. شكرا جزيلا لك يا نور. هنروح للأستاذة صفاء من القاهرة. أستاذة صفاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم، ومثلهم معهم رحمة منا، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا. وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. جهد مشكور في أحسن إن شاء الله، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للأستاذ صفاء من القاهرة. ونروح اسكندرية مع الحاجة منال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا جميعا الآن تحية وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. جهد مشكور، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. ياكم. خالص الشكر والتقدير للحاجة منال من اسكندرية. والآن هنسمع التلاوة من الأم العزيزة الحاجة ثناء من القاهرة. اتفضلي يا أمي. زيد فضلك وبارك فيكم. الله يكرمك. وأحسن الله إليكم. ممكن يا شيخ خالد وأستاذ عماد
ابن اخويا يقرا بعد مني عمه. ده انا اسعد بيه ويا ريت كل مره كمان. ربنا يبارك فيه. هو ضيف عندي وحابب يقرا. تحت امرك. شكرا. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. هي صاد صابرا. إنا وجدناه صابرا. أيوة. نعم العبد إنه أواب. جزاك الله كل خير بس المدى ناقص شوي. حاضر. نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله جميل. تستني. جزاك الله كل خير. شكرا. الله يفتح عليك يا أم. اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض ميادا. يا شيخ أحمد. والجبال أوتادا. يا أستاذ أحمد. نعم. اسمع الشيخ عايز يقول لك حاجة. قول كده. ألم نجعل الأرض ميادا. ألم نجعل الأرض ميادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. ماشي يا عم الشيخ أحمد كويس. بس المرة الجاية بقى أنا عايزك أسمع الشيخ أحمد بنفسه بقى مش بقلد حد. الله يفتح عليك يا ابني جميل. والمرة الجاية إن شاء الله محمد. نعم الشيخ محمد. يا شيخ محمد أنا آسف يا عم الشيخ محمد. المرة الجاية إن شاء الله بقى أسمع الشيخ محمد بصوت الشيخ محمد. تسلم يا عم الشيخ محمد. شكرا جزيلا لابننا محمد ولعمته الحاجة ثناء. شكرا ليك يا أمي. هنروح للغربية مع الحاجة أم محمد. أم محمد. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله أم محمد. جهد مشكور باين ما شاء الله. الجهد أحسنت وفي أحسن على فكرة. ربنا يبارك لك يا رب. تسلم يا أم محمد. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا الحاجة أم محمد من الغربية اللي ساعدنا باتصالها وأرجو أن يتواصل معنا. الحاجة أمل من القناة. تفضلي يا حاجة أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. ما شاء الله. جهد مشكور. جزاك الله كل خير.
شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين لكم جميعا، بشكر الحاج امل وبعتذر للاستاذ كريم من الجيزه، للاسف وقت البرنامج انتهى يا استاذ كريم، في انتظار غدا بمشيئه الله. تقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا فضيله الشيخ خالد شعبان، شكرا لك فضيله الشيخ، جزاك الله خيرا. واياكم الخير. اعزائي المشاهدين اهل القران، ان شاء الله نواصل رحلتنا مع سوره صاد غدا بمشيئه الله، الى ذلك الحين اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.